يواصل حجاج بيت الله الحرام في مشعر منى بمكة المكرمة رمي الجمرات في أول أيام التشريق، وهي الأيام الثلاثة التي تلي يوم العيد. ويتوجه الحجاج بداية من صباح اليوم الأحد من مزدلفة إلى منى لرمي الجمرات، ولكن هذه المرة لرمي 21 من الحصى، بداية من الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة الكبرى بسبع حصيات لكل جمرة. ويبيت الحاج ليالي التشريق في منى، ويجوز للمتعجل أن يغادر غدا قبل غروب الشمس في 12 من ذي الحجة، قبل أن يتوجه إلى الكعبة المشرفة لأداء طواف الوداع، وهو آخر مناسك الحج. وينضم إلينا عبر الإنترنت من إسطنبول أستاذ الفقه وأصوله والقضايا المعاصرة في كلية الشريعة بجامعة قطر الدكتور فضل مراد. أهلا بك دكتور، وكل عام وأنت بخير، وعيد مبارك سعيد. يعني بداية، هذه المشاهد، مشاهد الجمرات التي تعودنا من خلال وسائل الإعلام أن نشاهدها، يتساءل البعض عن ربما الدروس التي من الممكن أن يستفيد منها من ليس في الحج، المواطن العادي الذي يرى هذه المشاهد من بعيد ويفهم بأن الأمر يتعلق بجمرات موجهة نحو الشيطان، كيف من الممكن أن نشاهد هذا المشهد وأن نستفيد منه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وكل عام وأنتم بخير والأمة الإسلامية بخير. والحج من أعظم شعائر الله عز وجل، وقد فرضه الله سبحانه وتعالى لمن استطاع إليه سبيله، فمن كان في الحج فقد أعطاه الله سبحانه وتعالى من المواهب والعطايا والهبات العظيمة والكثيرة. ولو لم يكن إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. فهذه من أعظم الهبات والعطايا. والذي يشاهد هذه المشاهد كذلك أعطاه الله سبحانه وتعالى من المنح الإلهية والتعويضات، فسواء كان قد حج قبل ذلك أو لم يكن مستطيعا. فإن لم يكن مستطيعا فإن الشريعة، فإنه ثبت في أدلة كثيرة في الشريعة الإسلامية أن الله يعطي العبد على نيته وعلى ما وعلى صدقها. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن قواما خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا حبسهم العذر. فأعطاهم الله من الأجر بمثل أجر الذين جاهدوا وخرجوا. فكذلك الذين لم يستطيعوا الحج وعندهم النية الصادقة يأجرهم الله سبحانه وتعالى ذلكم الأجر. وقد جعل كذلك أشياء أخرى كقوله صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى طلعت الشمس فصلى ركعتين انقلب بأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. فهذا أجر عظيم، وأجر الحجة والعمرة معروف ما أجر الحجة والعمرة. فقد يعوض الله سبحانه وتعالى العبد بهذه التعويضات العظيمة. كذلك هذه المشاعر التي نشاهدها من رمي الجمرات، ورمي الجمرات واجب من واجبات الحج على الراجح من أقوال أهل العلم، ويجوز جمعه في يوم واحد لأهل الأعذار. وهذا الرمي هو أو جاء عن ابن عباس كما قال أهل العلم أن أول من صنعه إبراهيم، وكان يعرض له إبليس فموسوسا له أو صادا له عن سبيل الله وعن أمره وعن مناسكه، فرجمه مرات بسبع حصيات ثم بسبع حصيات ثم بسبع حصيات. فكانت هذه هي السنة التي سارت عليها هذه الأمة، وهي امتداد لسنة إبراهيم. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: ملة أبيكم إبراهيم حنيفا. إبراهيم لم يكن يهوديا ولم يكن نصرانيا، بل كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. لذلك فهو أبو الأنبياء، وهو الذي جاءنا بهذه الملة العظيمة، ملة الإسلام. والأنبياء جميعا من إبراهيم ومن نوح ومن الذين بعدهم كلهم على دين الإسلام.
فلذلك حينما نستشعر هذا الإيمان العظيم وهذه الوحدة الدينية الممتدة عبر التاريخ، وأن المسألة هي مسألة تعبد ومسألة اتباع وليست مسألة كما قال عمر رضي الله تعالى عنه: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضري ولا تنفعي، ولا ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، يعني الحجر الأسود. هذا فيه كذلك تصحيح العقيدة، فهو بعد عقائدي في توحيد الله عز وجل وعدم الاعتقاد بشيء من ضر ومن نفع إلا به. فهي مناسك سار عليها الأنبياء وسار عليها أبو الأنبياء إبراهيم، ولذلك قال سبحانه وتعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. يشعر الإنسان كذلك بالوحدة العظيمة التي تجمع أهل الإسلام، الوحدة العظيمة التي تجمع أهل الإسلام في مشارق الأرض وفي مغاربها، فهم يجتمعون من كل مكان في هذه المشاعر المقدسة من يوم التاسع إلى يوم الثالث عشر. نعم. هذا إشارة في قال الله سبحانه وتعالى: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وربكم فاتقون. نعم صحيح دكتور، يعني وزارة الحج السعودية تقول إن الحجاج وصل عددهم إلى 900,000 و85% منهم من الخارج، من خارج المملكة السعودية، فبالتالي يعني الأغلبية الساحقة طبعا من الحجاج هم من الأجانب، وهذا يأتي في سياق كلامك عن الوحدة الدينية. لكن بالإضافة إلى ذلك دكتور، هذه الوحدة وهذا العدد الكبير يحتاج إلى الانضباط، خصوصا مع هذا المرض المنتشر بكورونا أو أمراض ربما أخرى وتداعيات صحية كثيرة ومعقدة. إلى أي مدى الحج هو كذلك يعتبر فرصة لتعليم المسلم الانضباط والالتزام بالشروط، الالتزام بالحفاظ على الحياة والنظافة؟ إلى أي مدى يعتبر الحج فرصة لذلك؟ الإسلام هو دين الانضباط، ودين هو مصدر السعادة للبشرية في كل أمورها، سواء السعادة النفسية أو السعادة الروحية أو السعادة المعرفية أو السعادة الحياتية. النظام والانضباط يعلمنا ذلك ديننا، لأنه من الإحسان، ولذلك أمر الله سبحانه وتعالى بالإحسان في آيات كلية كثيرة في القرآن الكريم: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وما الصلاة والصفوف الصلاة إلا فيه ملمح إلى هذا البعد، ولذلك كان يقول: تراصوا. وكانت الصلوات مؤقتة بمواقيت معينة، وكذلك الصيام مؤقت برؤية الهلال، والإفطار برؤية الهلال، والعيد برؤية الهلال، وكذلك وقوف عرفة مؤقت بيوم التاسع، ويجب أن يكون الوقوف بعد الزوال إلى فجر يوم مزدلفة، ومزدلفة مؤقتة بميقات معين إلى قبل طلوع الشمس. لاحظ الدقة، متى يفيض الحاج؟ يفيض من مزدلفة بعد نصف الليل للضعفة ولمن احتاج إلى ذلك من أهل الرخص، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله عند المشعر الحرام إلى قبل طلوع الشمس ثم أفاض. وهكذا الدقة في أخذ الحصى، قال عليه الصلاة والسلام: مثل هذه، يعني مثل حصى الخذ، حتى يعني المقدار مقدار الحصى، حجم الحصى واضح ومبين. هناك انضباط ديني، هناك نظام. ثم بعد ذلك تذهب إلى رمي الجمرة، تبدأ بالصغرى ثم بالوسطى، وتدعو عند الصغرى ثم تدعو عند الوسطى ثم تنصرف من الكبرى. هكذا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فهو انضباط ودين نظام. كذلك مع هذا هو دين تيسير، فلذلك الحج قائم على التيسير، الصيام على التيسير، كل الشريعة ما جعل عليكم في الدين من حرج، بل قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحج: ما سئل، قال الصحابي: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء في ذلك اليوم، في يوم الحج الذي هو في يوم الإفاضة، عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. ولذلك ننصح الحجاج أن لا يتدافعوا، وأن لا يشتد مزاحماتهم ويؤذوا بعضهم بعضا، ويؤذوا بعضهم بعضا لما قد يؤدي إليه من خرم ما أعده الله للحاج، وهو لم يرفث ولم يفسق، فيؤدي إلى ظلم غيره وإلى إيذاء غيره.
ولذلك إذا اضطر الحاج إلى تأخير الرمي إلى المساء فإنه جائز له، لأنه سئل النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله لم أشعر رمي حتى رميت حين أمسيت، قال افعل ولا حرج. وهكذا الرمي قبل الزوال عند كثير من أهل العلم كرواية عن أبي حنيفة وعطاء وطاووس وغير ذلك. فإن كثير من الحجاج يحرص على أن يكون في وقت الزوال، في وقت الزوال أو بعد الزوال. وقد قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه اصنع كما يصنع أمراؤك، يعني ارمي حيث قالوا لك ارمي قبل الزوال أو بعد الزوال، لأن المصلحة تدرك بإدراك مصلحة الجميع. فلذلك نعم هناك نظام وهناك انضباط بين الحجاج، لكن هناك تيسير وهناك سعة. نعم دكتور. لهذا النظام لا نجتمع جميعا، نجتمع الحجاج جميعا في صعيد واحد في وقت واحد للرمي، بل يجوز أن يكون إلى العصر، بل يجوز أن يؤخر إلى المساء، وللمضطر أن يؤخر إلى اليوم الثاني والثالث فيجمع رمي يومين. نعم دكتور فضل مراد، بالإضافة إلى الانضباط الفردي للحاج، هناك كذلك تطوير المنشآت، يعني نلاحظ أن المنشآت التي تستعمل في هذه المناسك طورت بشكل كبير، هناك كذلك الاستعانة بوسائل عصرية تدخل حتى في نطاق التكنولوجيا، إلى أي مدى الوسائل العصرية يعني من الممكن أن تتقبلها مناسك الحج وأن تطور بشكل أفضل حفاظا على سلامة الحجيج، خصوصا وأن أعدادهم تزيد، هل هذا مقبول بالنسبة لك مثلا؟ والله هذا مقبول بالنسبة للشريعة، الشريعة هي شريعة العالم إلى يوم الدين، هي شريعة واقعية تتعامل مع الإنسان ومع واقعه ومع حياته ومع تطوراته. ولذلك أفتينا وأفتى العلماء بالنسبة لتوسيع المسعى، فيجوز لهم أن يسعوا في الدور الثاني وفي الدور الثالث وفي الدور الأرضي، ويجوز لهم أن يسعوا في الدور الثاني، يطوفوا حول البيت في الدور الثاني، لكن لا يطوفوا خارج البيت، يعني خارج المسجد نهائيا، لما نقله ابن المنذر من الإجماع على أنه لا يجوز، لا يجوز ذلك. كذلك توسعة أماكن الرمي، لأنه المقصود الجهة وليس المقصود الشاخص، أو المقصود هو الجهة، فإذا أصبت الجهة ونزلت في ذلكم المحل فإنها تجزئ، لا أن تكون الجهة أمامك ثم رميت على يمينك أو على يسارك، لا، إذا قصدت الجهة ووصلت إلى الشاخص أو وصلت إلى المحل الحفرة تلك فإنها تجزئ عنك، سواء كانت من الدور الأرضي أو الوسط أو الدور الأخير، فإن هذا من المصالح العظيمة ومن التنظيمات العظيمة. الشريعة لا تمانع، الشريعة تريد منك أن تقف في عرفة، وقفت في سيارتك جائز، وقفت بقدمك جائز، كنت منتبه أن هذه عرفة لا بأس، لم تنتبه أن هذه عرفة فيجزئ عنك. الحج قائم على التيسير، ولذلك الذين لا يجدون في منى مكانا للنوم مثلا ويضيق عليهم لا يناموا في الشوارع، هذا ليس من المظاهر، لأنهم قد يتأذوا وقد يؤذوا الناس وقد يؤذوا المارة وقد يتأذوا هم بأمراض أو يتأثروا بالبرد ونحو ذلك. فإن لم يجد الإنسان مكانا نام في أقرب مكان إلى منى، ويجوز له أن ينام في العزيزية أو حيث يشاء، لأن الشريعة كذلك قائمة على وسع المكلف. قال الله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولذلك فهذه المناسك كلها قائمة على الوسع. ومن أهم آدابها ومن أهم أن نأتي بالجوهر وهو ذكر الله سبحانه وتعالى، لذلك قال سبحانه وتعالى فاذكروا الله كذكركم آباءكم، كما يذكر الإنسان اسم أبيه فإنه يذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام. ولذلك قال اذكروا الله في أيام معدودات، وفي آية أخرى معلومات، وهي العشر، والمعدودات هي هذه أيام التشريق، وهي أيام أكل وشرب وذبح، ولا يجوز صيامها إلا لمن كان عليه صيام من دم التمتع أو من دم القران، فأما غير ذلك فإن السنة أنها توسع من الله سبحانه وتعالى، وهذا ما ذهب إليه وجنح إليه عامة أهل العلم، يدل له ما أخرجه البخاري من حديث عائشة قال لم يرخص في صيامها إلا للحاج، يعني الذي عليه الصيام، فهذه أيام سعة. فالشكليات هذه متروكة لنا، التوسعة والنظام كله مطلوب وكله تطلبه الشريعة لأنه من المصالح.
شكرا لك جزيلا الدكتور فضل المراد، أستاذ الفقه وأصوله والقضايا المعاصرة في كلية الشريعة بجامعة قطر، كنت معنا مباشرة من إسطنبول. والمسائية مستمرة، وبعد الفاصل نلتقي الفنان التونسي لطفي بوشناق وحديث عن الفن والحرية ورائعته الأخيرة في رثاء شيرين أبو عاقله.